أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحياة وبس في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الطهارة والنجاسة وما معنى الطهارة وأيضا حتمية وضرورة حياة الطهارة وهل الطهارة أمر مرتبط بعادات معينة نقوم بها مثل غسل الأيدي والأرجل والوجه وهل هي أمور كانت تحث وتحرض عليها الشريعه في العهد القديم مثل اكل النجس وعدم اكل النجس والامتناع عنه واكل كل ما يحلل والفرق بين المحلل والمحرم والحيوانات النجسه والطاهره موضوع كبير هنتكلم فيه يسعدني ويشرفني في هذه الحلقه الخاصه اللي بتيجي لحضراتكم مره كل شهر بعنوان مصلى ان يكون معي للمشاركه الدكتور القس مجدي جرجس اهلا وسهلا أهلاً بحضرتك في هذه الحلقه اهلا بك على أهلاً. اعتدنا كل مره نبدا بهذا السؤال وان كان يبدو انه سؤال روتيني لكن احنا بنعمله بالقصد حتى لا يكون هناك اي التباس يمكن يكون شخص لاول مره أي. بيتفرج على الحلقه احنا مسمين الحلقه مصلى ما هو المقصود بكلمه مصلى باختصار مصلى أو مصلى أيوة. باللغة العربية الفصحى هو مكان هادئ خالي من التلوث خالي من التعصب في انفتاح من القلب والعقل لكل الأفكار الجديدة وده هو الفكرة بتاعة البرنامج إن احنا بنقعد وبنستمع بدون ما يكون عندنا خلفية مسبقة أو أفكار مسبقة منفتحين لأي كلام نسمعه ونقيمه ويعالج في داخلنا بالأفكار وبالمشاعر وبالأسئلة إن حبيته يكون ده موجود أيضا أشكرك جدا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة عندنا لكم هدية مجانية كتاب بعنوان الأمانة ثورة على الفساد بقلم الدكتور القس مجدي جرجس عندنا نسخ محدودة جدا تقريبا ست نسخ بالعدد وعلى استعداد لإرسالها لكل من يتصل بنا تليفونيا أثناء الحلقة مجانا وهنغطي كل تكاليف الشحن إلى آخره كل ما عليك مشاهدي الكريم أنك تتصل بنا وتطلب هذه النسخة وخلينا نبدأ حلقتنا بهذه المقدمة التي اعتدنا أن نقدمها في كل موضوع المتعلقة بموضوع من النجاسة إلى الطهارة وهبني له جوه قلبي مصلى، مصلى، مصلى. من النجاسة إلى الطهارة. يحكي لنا إنجيل مرقس عن شفاء يسوع لامرأة من نسف دمها وذلك مدون في إنجيل مرقس صح خمسة من عدد واحد وعشرين لاربعة وثلاثين كان يسوع وسط جموع غفيرة تسحمهم وبينما كان يسير مع الجمع اعترضه شيء وقد علمنا أنه كانت هناك امرأة بنسف دم منذ اثنتي عشرة سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وانفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت الى حال اردأ. انجيل مرقس اصحاح 5 خمسة عدد 25 خمسة و26 ترى ما هي قيمه امراه تعاني من هذه النوعيه من الامراض في بلده يهوديه؟ بدايه كانت في حاله مترديه جسديا حيث تعاني من نسف دم غير طبيعي ومستديم لمده اثنتي عشر عاما. هل يمكن ان تتخيل مقدار غسيل الملابس اليومي لها وهذا ابسط شيء اكثر من ذلك يبدو ان الاطباء قد ياسوا من شفائها بعد ان انفقت كل اموالها في طلب الشفاء الان هي نضبت جسديا وافلست ماديا ملخص الامر كانت هذه المراه في حاله ياس تام وفي الطريق مرة أخرى لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت إنجيل مرقس الأصحاح الخامس عدد 27 و 28 تخبرنا شريعة موسى أنه إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام تمثي علتها تكون نجسة وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس لا تمس وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء سفر اللاويين أصلاح 12 عدد واحد لاربعة وأصحاح 15 19 إذا كيف تجرؤ هذه المرأة الناجسة أن تلمس يسوع المسيح مخترقة الجمع عالمة أن كل شخص تلمسه يصير ناجسا ويحتاج للتطهير مثلها يعالج الرب يسوع أمر الطهارة في إنجيل مرقس بهذه الكلمات إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان إنجيل مرقس الأصحاح السابع أعداد 20 و21. لقد أكد لنا يسوع في تعليمه أنه ليس الغسلات الخارجية للجسد هي الأمر الهام، فالمشكلة الكبرى ليست نجاستنا الخارجية بل فسادنا الداخلي. إن الأخبار السارة للإنجيل تعد بكل يقين بطهارة كاملة ومستديمة، لأن الله يخلق قلبا جديدا داخلنا. في هذه القصه امنت المراه ان هذا الشخص يسوع المسيح يستطيع ان يعمل ما لا يقدر على فعله الاخرون كان من الكافي بالنسبه لها ان تلمس ولو طرف ثوبه لتطهر وهنا نجدها بشجاعه عجيبه تخترق الجمع وتلمس ثياب يسوع ثم تستمر القصه لتقول فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها انها قد برئت من الداء فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي؟ إنجيل مرقس إلى الخامس عدد 29 إلى 30 فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يسحمك وتقول من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها فخرت وقالت له الحق كله فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك إنجيل مرقس الإصحاح الخامس أعداد 31 إلى 34 لقد خلص يسوع هذه المرأة من النجاسة ونقلها إلى الطهارة مليان بالذنوب جواه وبراه متغطي تقوى في الظاهر مرائي وفن المراءة أستاذ ولعيب ماهر لا بيحب ياكل الحرام وبينظف جسمه من بره تمام وهو مش عارف إن نضيف بحق هو اللي قلبه نضيف طاهر اهلا بكم مره اخرى اعزائى المشاهدين في كل مكان حلقه بعنوان من النجاسه الى الطهاره احنا قلنا ان الشريعه في العهد القديم كانت تتحدث عن امور تتعلق بالاشياء بالجسد بالحيوانات وكان للطهاره مفهوم معين في ذهن الانسان فاذا تجنب اكل الحيوانات المحرمه فقد صار طاهرا وان لم يقترب من جسد ميت الى اخره، هناك الكثير من البنود التي صنفتها الشريعه وحرضت على الانسان الذي يريد ان يعيش حياه القداسه او الطهاره بان يبتعد عنها. فعايزين نبتدي في البدايه قسيس مجدي ونشوف ما هو المفهوم والمعنى الحقيقي للطهاره وهل الطهاره ده امر خارجي ام حقيقه الامر ما هو؟ خلينا نقول التعريف عامة بعيد عن الكتب المقدسة كويس الطهارة هي التحرر من التلوث هذه تعريف الطهارة هي حالة النقاء اللي يكون الانسان فيها كفاية كده كويس لكن شريعة العهد القديم اعطاها الله بخصوص النجاسة والطهارة ان لا نكون لارتباطهم باله قدوس. كان الطهاره والغسلات وزي ما حضرتك اشرت ان في طهاره الانسان طهاره الحيوان وطهاره الاشياء. دول الثلاث حاجات اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. كويس. لكن في العهد القديم كان الاساس في الغسلات وانتقاء الحيوانات الطاهره، البعد عن ما هو نجس اساسا. الهكم قدوس كونوا قدسين او كونوا قديسين لاني انا قدوس. قدوس ده العمق اللي ورا اي غسلات اي تطهير من موجود في العهد القديم ايام اليهود في ذلك الوقت طيب لماذا يعني حدد الله بطريقه واضحه من خلال الشريعه الموسويه في العهد القديم ان الانسان يكون بالتعريف ال الذي عرفته الشريعه ان يكون بعيدا عن النجاسه ايا كانت عايزين نعرف ايه هي انواع النجاسه ديت وما هي انواعها و طيب. وعايزين نسترسل فيها لكن قبل ما نسترسل طيب. في هذا عايزين نعرف لماذا طلب الله وامر الانسان انه يسير بمقتضى طرق ووسائل معينه لكي يكون في حاله الطهاره لاي سبب لماذا أنا جاوبت ولو مرحليا عن ذلك لأن الإنسان مهما تطهر مهما تغسل مهما ابتعد عن كل ما هو نجس في النهاية هو ليس طاهرا تماما الطاهر الوحيد النقي الوحيد هو الله نفسه فعندما تقترب إلي أيها الإنسان يقول الله في العبادة اعرف أنه يوجد طاهر واحد ونقي واحد هو الله سبحانه تعالى. تمام إذن القصد من موضوع الطهارة أن أن يتمكن الإنسان من الاقتراب إلى الله وعبادته هل هذا هو الهدف هو مش بس يتمكن أنا مش عاوز أقول يتمكن آه. أنه يشعر أنه لا يستطيع أن يقترب إلى الله وأنه كونه يقترب إلى الله دي بنعمة الله وحده وبسماح من الله وحده أنه هو دايما غير طاهر بل بالعكس مش ان هو يتمكن يشعر انه غير مستحق على على الدوام انه غير مستحق ان يتقدم الى الله انت انت خدتنا في بعد اخر اه ان عدم استحقاق الانسان حتى لو توضى حتى لو تنظف حتى لو تطهر حتى لو نظف جسده ودخل بافكار بالزبط. سليمه ده كل وامتنع ده وامتنع عن الماكولات الاتيه ولم يلمس نجس والى اخره مثال مثلا يعني انا لو لو قار... لو كلمت على دي عاوز اقول ان كهنه المصريين كانوا في التطهير اكتر من اليهود الكاهن المصري يحلق ايام الفراعنه حضرتك ايام الفراعنه يحلق شعره كله مش راسه بس كله من الهامه الى من هامه الراس الى اخمص القدم يستحم مرتين صباحا ومرتين مساء ده كان ده العالم اهو وهنا الرب خدهم لبعد أعمق قال له حتى لو عملت زي كده وأكتر وإحنا هنجيلها دلوقتي أي. أنت غير مستحق م. يعني ما فيش نقطة يا حضر القسيس والسادة المستمعين يأتي فيها العابد اليهودي بيقول إيه أنا مستحق أن أتقدم إلى الله دي نقطة مهمة جدا آه. بس أنا أقول للآتي لو سمحت لي طبعا. عندي ثلاث حكايات من العالم كله تحب نسمعهم باي هدف <applause> بالهدف ان نوصل بيهم ايه الحكايه بالهدف ان نهرب من الاسئله الصعبه بتاعتك <applause> <applause> الهدف منهم أني اصل للعمق اللي عاوزين نوصل له في نهايه هذه الحلقه اوكي المعنى الحقيقي المعنى بالطبع. طب ما دلوقتي ايه في حلقه زي كده ممكن نقول روحوا استحموا خلصنا ما تاكلوش خنازير ما تعملوش مش عارف ايه لا مش هي كده ده في معنى عميق جدا هنوصل طب اتفضل الحكايه الاولى من امريكا الحكايه الثانيه من الصين الحكايه الثالثه من مصر عشان ما حدش يقول بقى حد دوله لا ولا غيرها <applause> احنا ايه هنيجي على امريكا في الاول في كتاب اسمه <applause> دادي امريكا تولد ذا تروث يعني يوما فيه قالت امريكا الحق فالراجل قال لهم الاتي مستعد اديك عشرة مليون دولار لو عملت واحده من الاتي تلت الناس اختارت واحدة أو أكتر مرة تانية عشان أكون واضح لو مش واضح قول لي قال لهم عشرة مليون دولار تاخدها لو عملت واحدة من الثمانية دول ادهم تمن حاجات يعني واحدة منهم تلتهم وافق تلت الناس مش من. على واحدة آه. على أكتر من واحدة تمام تحب تسمع الثمانية آه. <applause> ولا نعديها <applause> لا لا نسمع, نسمع الثمانية يتركون عائلتهم تماماً 25 يتركون كنيستهم خمسه وعشرين في الميه يصرنا عاهرات لمده اسبوع او اكثر ثلاثه وعشرين في الميه من النساء يتخلون عن جنسيتهم الامريكيه ستاشر في الميه يتركون قرينهم يعني الست تسيب الرجل او الراجل يسيب الست ستاشر في الميه يحجبون شهادتهم عن قاتل شافوه بعينيهم ويتركونه يهرب بجريمته عشره في الميه يرتكبون جريمه قتل سبعه في الميه يتخلون عن ابنائهم ويعرضونهم للتبني ثلاثه في الميه تحت الضغوط تمتحن الامانه بحق عشره مليون دولار فيهم اللي اختار اكتر من واحد. هذه اول قصه ومن امريكا القصه الثانيه من الصين حضرتك القصص دي كلها موجوده في الكتاب موجوده في الكتاب ده. ما انا ما آه من الكتاب بتاعي قدمنا الاعلان عنه <applause> ايوه القصه الثانيه بيقولوا ان الصينيين بنوا سورهم العظيم لسببين هو سبب واحد هو ان الاعداء ما يهاجمهمش حمايه البلاد ده. لكن السور كان له صفتان الصفة الأولى لا يمكن لأي إنسان أو آلة أن تقفز فوق السور. لا يمكن لإنسان أو آلة يخترق السور. والسور إلى الآن شاهد على عظمة هذا العمل اللي عملوه الصينيين. هو واحد من عجائب الدنيا السعيدة. آه. تخيل بعد بداية بناية السور اخترق الأعداء السور ثلاث مرات. بنفس الطريقة. نعم لا نطوا فوقيه ولا اخترقوه عملوا حاجه واحده بس رشوا الحراس بالظبط فهم اهتموا ببناء السور المنيع ونسوا ان يعلموا حراسهم الامانه ده حكايه من الصين عشان نيجي لبلادنا القصه الثانيه قراتها الثالثة بقى الثالثه قراتها من حوالي 8 سنين ل 10 سنين في جريده الاهرام المصريه وان كان في رجل وزوجته في خلاف مستمر والخلاف ازداد وما كانوش طايقين بعض لكن في يوم من الايام عرف ان مرات اخوها تولد وعلى 11 بالليل ابتدى المخاض فقال لمراته استعد احنا هنروح عشان نساعد مرات اخويا هي طبعا ما شكتش في الامر تارو بعد نصف الليل خدها وقال لها يلا انا ماشيين نروح راحت وعند مزلقان سكه حديد عبروه وهي بتعبر كانت بتوطي مسك قالب ضربها على دماغها فقدت الوعي والمهم قتلها خد وقت لغايه ما جرها لمكان اخر ويدفنها ويداري على الجريمه بعد ما قتل زوجته جاء معاد الصلاه توضا نظف نفسه وذهب يصلي. لاحظ هنا يا سيس نبيل انني هنا لا اشير ولا ألمذ على اي شيء. انا بحكي قصه نشرت بتكلم عن ليس إن ليس بتكلم هو التشنيع باي ب... معتقد. معتقد لا. تمام اللي عاوز اقوله هنا بتكلم على الانسان كانسان. تمام راح يصلي نظيفا طاهرا وهو قاتل نفس. يعني ثلاثة معبرين تلات قصص في غاية القوة عايز حضرتك توصل الفكرة إلى الذهن والقلب بأن الطهارة الخارجية الجسدية البدنية لا تعني شيئا في نظر الله هو ما أقدرش أقول أنه ربنا هيكره إنسان نظيف لا بس انا لا اقصد أقول. من حيث مظهره النظافه لكن من حيث انه يستخدم النظافه والوضوء وكلمه وضوء لا اقصد بها فقط للمسلم لكن ايضا هناك وضوء لليهود زي ما هنشوف بعد كده أيوة. لكن المقصود بها هو التنظيف والغسل الخارجي للاقتراب الى الله ايوه هو ده المفاهيم اللي سايده عند عدد ليس بقليل من الناس ان الطهاره الخارجيه تؤدي الى اقتراب صحيح الى الله مم. مرة تانية ما أعتقدش لا حضرتك ولا أنا ضد النظافة لأ طبعاً <applause> البسوا كويس تطهروا تنظفوا كله احلى اكل وأجمل حتى أكل. النظافه حتى البدنيه مهمه دايما يقول لك انت لما بتسلم على ناس كتيره ممكن يكون في ميكروبات او حد ايده فيها اي حاجه أي. الغسل ده مهم جدا وهناك عادات للنظافه ودي و و حاجات كلها حاجات تتعلق بالصحه والجسم الخارجي ده هنا اغلب الدكاتره سيس نبيل تروح آه. له يقول خلي بالك يعني مستشفيات اه وهيئات صحيه في اعظم البلاد يقول لك اغسل ايديك اه فيها المتعلقه في كل تتجنب المكان. كثير من الامراض أيوة. وكمان في ايوه السنسايدر ده اللي موجود السائل ده أيوة. اللي بتحطه في المستشفى على ايدك موظفات. وتدعك آه. ايدك ده مجرد غسل الايدي يقيق من كثره من الامراض دي ده شيء معروف ومش محتاجين ن... نط... ن... 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 لكن... نستطرد فيه خليني نبدا بال... بالسؤال اللي سالته ايه هي الاشياء اللي اوصي بها الانسان في العهد القديم زي ما قلنا ان كل اشياء اوصى بها الله ترتبط دائما بالعلاقه مع الله والاقتراب اليه زي ما قلنا انه الغرض من الطهاره انه يكونوا مختلفين عن هؤلاء الناس اللي كانوا في مصر او في كنعان او في الجزر زي كريت حضرتك بتتكلم على شعب الله شعب الله الشعب الذي اختاره اختلفوا الله اختلفوا عن دول اختلفوا عن, عن دول الأخرى. واقتربوا اليه ليهم عادات سيئه جدا مثلا انا بقى مش عارف الناس تعرف انه اقدس حيوان كان عند الكريتيين هو الخنزير اه ودي واحده من الاسباب اللي خلت الله يشرع ليهم لا تاكلوا لحم الخنزير ليه لان كان في ممارسات وثنيه كبيره جدا الخنزير هو قائدها دي واحده من من الاشياء لكن آآ آآ لا تلتفتوا للاوثان والالهه المسبوكه لا تصنعوا لانفسكم انا الرب الهكم ففي العهد القديم كان في الطاهر وغير الطاهر ولا يقتصر المعنى على السلامه الجسميه لكن على المفهوم الديني فالطهارة في ذلك الوقت تمتد الى كل جوانب الحياه فالكتاب المقدس يفرق في هذا الصدد بين الجانب الروحي والجانب المادي شريعة الطهارة أشخاص وحيوانات وأشياء خليني أبدأ بالأشخاص فضل. وإحنا لسه طالعين من حكاية السيدة نازفة الدم هذه السيدة نازفة الدم من حتة الأشخاص هي لو نازفة غير طاهرة على طول على طول مش من حقها الشريعة اليهودية آه. مش من حقها مش تروح ليسوع يسوع ده معلم يهودي كبير كان في ذلك الوقت بنظر له كده مش من حقها تختلط بالناس صح مش من حقها تروح رواق النساء في الهيكل مش من, حق مش من حقها تاخد زبيحة وتقدمها ناجسة اطهري في الأول وبعدين روحي اعبدي فقدت مالها غير مسموح لها بالاختلاط بالناس بتغسل غسيل مهول كل طبعًا. يوم عشان بس تظهر بصوره مقبوله قدام عيلتها عيلتها كانت عارفه بسبب النزيف المستمر تخيل سنين طويله ان عائله هذه السيده ياكلوا لوحديهم ويبعتولها لها طبق لوحديها لا لا يحق لها ان تاكل معهم وبعدين بعد ما تاكل في طبقها يكسروه او يحرقوه او يخلوه عندها عشان طبق الأكل بتاعها ما يتلمش آه. آدي حياة هذه السيدة آه وبعدين في لو حتى حملت ولدت الذكر آه شريعة ولو حملت ولدت بأنثى ليها شريعة أخرى الأنثى ضعف الذكر آه آه. يعني امرأة منبوذة امرأة معذبة امرأة مم. مفلسة آه. امرأة تعبت من المعاناة لسنين طويلة وجاءت في وسط الزحام اللي حضرتك بتقول طبقا للشريعه المساويه لا يجب انها تلمس احد وتجرأت اكثر من ذلك لتلمس المعلم ذاته المعلم ذاته فهنا المفروض لما هو عرف قصتها لو هو رباي او معلم غير يسوع كان قال لها ايه اخرجي من هنا يا نجسه عليك اللعنه ده اقل ما كان يقال ويمكن كان الجمهور لو شافته هو عمل كده يمكن يهيلوا التراب عليها ويضربوها بالحجاره وبعدين يهربوا منها ده المشهد العادي لوحدة تجرات في نجاستها ان تاتي لاناس طاهرين منبوذه من الناس منبوذه من الكهنه منبوذه من المعلمين بل هي مرض غير مرضي عنها من عند الله اقصى من ذلك في حالة الإنسان أسيس نبيل كان في مرض معين وهو مرض الجزام سقوط الأطراف وكان يسمى بالبرص هذا المرض لو أصاب إنسانا أو أصاب ثوبا أو شيئا يعبر عن عدم رضا الله تقصد إيه بشيئا؟ شيئا زي مثلا حيطة بيت كان يجي الكان ويبص ويشوف حيطة البيت اللي موجودة دي لونها ايه ويغيب كام يوم ويرجع تاني لو امتدت البقعه لا ده يبقى برص هيمتد للبيت كله يتهد البيت ويحطوا و... جير عليه الى اخره للتطهير ومحدش يبنيه تاني دي كانت النجاسه بالنسبه للاشخاص خلينا نشوف بعد اذنك يا نبيل نشوف اليهود الى اليوم كيف يتطهرون يعني اليهودي قبل ما يدخل للعباده او للصلاه أو للمثول أمام الله بيقوم بعملية وضوء تقصد كده؟ آه كمان يتهيأ لي آه أكثر أكثر دقة غسلات دقيقة جدا جدا مم. لكي يقترب إلى الله ليقترب إلى الله وهل ده جزء من الشريعة الموسوية؟ نعم وقبل كل عبادة على الأقل مرتين صباحا ومساء لكن الأتقياء منهم ممكن توصل لست سبع مرات <applause> خلينا نشوف الفيديو اهو قدامنا يا سيس نبيل يمكن وهم في صلواتهم في ركوع في وقوف ونشوف سجود كمان هنا هم في ما يطلق عليه مجمع ودي الأنشدة اللي هم بيرددوها دائماً طبعا كله عباده باللغه العبريه باللغه العبريه بتاعتهم ايوه بالظبط آه هنا ما فيش واحد فيهم لابس حذائه اطلاقا وتم الوضوء قبل بدؤهم للصلاه يا yeah. يا yeah. يا yeah. شوف هنا ادي ادي الغسلات هنا بيتوضا اليهودي او بيغسل اقدامه قبل وهنا غسيل غسل الايادي مع وجود الانشاد في ذلك الوقت اكثر من مره وبعدين يربط اللاسه بتاعته كانه آه عممهم بال بالعظمه والمجد لهم نعم ايوه بس بعد كده بيربط دراعه بال بالاشرطه دي في اجزاء منها بيكون مكتوب عليها بعض الايات من التوراه وادي الكلمات والانشاد كلها والربط ده كله كعلامه تبعيه لله كانهم مربوطين ومخصصين لله وبعدين يتعمم دي العمه بتاعتهم يبقى كده هو مستعد تماما للصلاه ممكن ننزل المزيكا شويه هنا ده كده جاهز جهاز السواق يعني يعلم ويعلم ودي سجاده الصلاه او مفرش للصلاه ده دي في واقع الامر ده اللي بيتغطى بيها بيتغطى بيها لكن ليه برضه اه والكلمات اللي بيتغنوا بيها هي في واقع الامر كلمات لها معنى طيب. أيوة. لها معنى طيب بلا شك. تتحدث يا. عن عظمه الله وعن ضروره الاقتراب والارتباط يا. به. وهنا دي ده في الديانه اليهوديه وبعدين بيقعدوا بي في قيام في ركوع وفي سجود الى اخره. في في هذه العباده بعد الوضوء بالطبع لكن بلا وضوء لا توجد اي عباده هل ده بالنسبه لكل قطاعات وانواع الطوائف اليهوديه ولا لا مختلف انواع مختلف مختلفة. مختلف مختلف بلا شك طيب مختلف وكل فيهم ناس متشددين جدا نعم زي زي ما كانوا في القديم يمارسوا ما كان يمارس في القديم تماما تمام اللي هم اعتقد ان هم الارثوذكس المتعصبين yeah اليهود أه yeah طيب ده بالنسبه ل... يعني احنا بنتكلم على موضوع الطهاره وحضرتك قلت ان 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 اصعب ويعني اسوأ انواع النجاسه هي كانت اللي بتصيب الانسان بمرض البرص ومرض البرص ده كان من الامراض الملعونه أي. وفي واقع الامر كان الكاهن بيقوم بدور يتعدى دور الكهنوت آه. يعني هو مش بس كان بيقدم ذبايح ومش بس كان بيقترب إلى الله ويقدم بخور وخبز على مائدة خبز الوجوه إلى آخره، لكن في واقع الأمر كان بيقوم بعمليات يقوم بها الطبيب في عصرنا الحديث بإنه يكشف على الشخص اللي عنده أيوة. إصابة بالبرص و الكاهن هو اللي كان بيقرر إذا كان الشخص شفي أو لم, لم يشفى يشف ويحكم أيوة. عليه إما بالطرد خارج المحلة او بابراءه واطلاق سراحه وبعدين بعد الابراء ومش بس كده لازم يقدم ذبائح نعم ذبائح آه وحرقه آه. الاثنين آه. وسلامه اه كل ده علشان خاطر يثبت ان الله قد رضى عنه تمام. ده بالنسبه للانسان تمام. الجزء الثاني هو بالنسبه للحيوانات ايوه آه خلي بالك انه التمييز بين الحيوانات الطاهره وغير الطاهره يرجع لايام نوح قبل موسى ايوه أول مرة ذكر فيها آه. من جميع البهائم الطائرة الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكرا وأنثى تمام يعني الطاهر اه ده في تكوين سبعة لكن كان الخنزير زي ما قلنا قبل كده يا نبيل أنه كان مقدس عند كريت وبابل عشان كده قال لهم ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم م. فعشان كده كانت من ضمن الحيوانات غير الطاهرة كانت هي الخنزير. لكن تمييز الحيوانات الطاهرة وغير الطاهر لاربعه اسباب. الحقيقه موجود في سفر اللويين اصحاح 11 جزء اصحاح كامل بيتكلم على الطعام الطاهر والطعام النجس ايوه وكلم على ان كل ما يشق ظلف يمكن أيوة ان ياكلوه الا باستثناء الجمل والوبر وبيتكلم ايضا الارانب الخنزير وقال لهم ان اي جثث ميته او اي جثث من هذه الانواع من الحيوانات لا تمثل انها تدنس وتنجس ايوه هل ده ليه علاقه بين جثه الميت ولا جثه الميت دي حاجه مختلفه عن الجثث الميته للحيوانات اي جثه حيوان او انسان يلمسها انسان يعتبر نجس هل ده السبب اللي خلانا نشوف في لوقا عشرة انسانا نازلا من أورشليم الى اريحا وقع بين لصوص فضربوه وعروه آيه. وسرقوه آيه. وتركوه بين حي وميت آيه. عد عليه لاوي وعد عليه كاهن هل ده كان سبب آه آه الرفض او عدم آه التفاتهم ومساعدته والاقتراب منه حتى لو ما كانش اساس نبيل السبب المباشر الا انه في خلفيتهم بعمق ان ده مجروح وممكن يموت في اي لحظه اذا انا لو انقذته ممكن ابقى ناجز بعد كده يعني كل ده خايف لو انا حاولت تنجز. انقاذه مش آه. انقذته آه. حاولت انقاذه ده في خلفيتهم بلا شك وبالتالي لو تنجس ما ينفعش لو آه. ده كاهن ان هو يروح يكهن او يقوم بالدور و... بتاعه وممكن يكون عليه الدور آه. لان هم كميه كهنه كبيره فعليهم الدور يبقى ال... ده يمكن اصابه الدور ولازم يروح يقدم الذبيحه لو لمس ده يبقى هيختار واحد غيره مم. إذن اذا يعني هناك مم. ابعاد لما هو موجود في العهد الجديد ان لم القديم. نعود الى الخلفيه ايوه ونفهم المغزى والمعنى الحقيقي في كلمه الله لأسأنا الفهم أو نظرنا إلى الأمور بنظرة سطحية في أيام معاملات ومعجزات المسيح لكن الأكثر يا أسيس نبيل إن تعليم الله إلى الغرض منه أن نفهم الله نعم صار بالنسبة لبعض الناس سبب يمنعه لفعل الخير ربنا بيكلمك عن الطهارة ويكلمك عن الابتعاد عن كل ما هو ناجس لتعلم انه قدوس وتمتاز بالتواضع حتى تقترب اليه يجي انسان عاوز مساعده تقول لا انا لا انا طاهر ما ساعدوش يبقى انت كده فقدت المفهوم كله ف دي دي نقطه مهمه قوي حضرتك اثرتها يا اسس نبيل وهنا عاوز اقول الشريعه ميزت الحيوانات لاربع اسباب هم ممكن يطلعوا عندنا تمام. اول حاجه اسباب صحيه تمام حيوانات دايما تسعى وتاكل اشياء مش نظيفه وهم رحله طويله في الصحراء ده البدايه بتاعتهم منحهم ياكلوا الحاجات دي سواء في الصحراء او في البحر أي. وقرات انا على موضوع المحرم والمحلل والطاهر والنجس في الشريعه في العهد القديم قام بعض الناس بعمل ابحاث أي. عن انواع هذه الحيوانات والاسماك والطيور التي يحرمها او تحرمها الشريعه في العهد القديم فوجدوا انها بحق كلها انواع من الحيوانات والطيور والحشرات والدبابات اللي اذا كلها الانسان فعلا يمكن ان ان يكون بيضر بيضر بصحته فقالوا فعلا إن جزء من الحاجات هنا قال لهم ما تأكلش سمك بدون زعانف أو قشور أي. وقالوا إن جميع الأسماك اللي بيأكلها الإنسان اللي ليس لها قشور دي في غاية الخطورة لأن القشرة اللي على السمك ممكن تكون دي الحماية أو الوقاية من الزئبق من التلوث المائي اللي بيصيب هذه الحيوانات زي أكل اللي بنسميه السمك الكاتفش آه. اللي معلوش آه. آه. بيقولوا ان دي كلها حاجات مضره فثبت علميا وطبيا ان ما كان الله يقودهم ويرشدهم عليه كان لاجل صحتهم, صحتهم. ومصلحتهم اذا الموضوع كان يعني كان في هايجين طبعا نعم. في صحه الحيوانات المفترسه والطيور الجارحه الحيوانات اللي كان يستخدمها الوثنيون في عباداتهم والحيوانات التي تثير الاشمئزاز زي الضب والورل والحاجات الزاحفه ديه البرص إيه الى اخره، يعني الواحد حتى مجرد انك تشوفه تقرف منه. اذا اذا فعلا كان الوحي او الله كان يريدهم ان يكونوا في حاله النقاوه والطهاره، وايضا النقاوه والطهاره بصبغه روحيه لانه حرج ان اي من شعبه يتمثل بالأمم الوثنية ويستخدم الحيوانات لعبادتها أو لذبحها كما كان يذبح الأمم والوثنيين فهنا يعني كان حرص إلهي لكي يعبد الإنسان الله ويبتعد عن الأصنام والأوثان أيا أن كانت أنواعها أي يعني طبعا دي وجهة نظر أنا ما قريتش فيها لكن أشكرك أنك أنت أشرت ليها الجزء الثالث يا أسيس نبيل هو الأشياء نعم. ممكن البيت ممكن الخيمة تكون غير طاهر وهنا ممكن الثياب نفسها ممكن تكون غير طاهرة وهنا الكاهن بيجي مرة تانية ويبص في الثياب بيبص في حيطة البيت أو يبص في الخيمة ويشوف هل البقعة دي انتشرت وهل هي غامقة ولا فاتحة لهم تعليماتهم في الأمر ده حتى خيمة الاجتماع آه. المكان اللي بيحل فيه نعم. الله رماد البقره الحمراء كان يوضع في الماء ويرش على هذه الاشياء ليقدسها لكن اذا كنا خدنا الطهاره في الانسان والطهاره في الحيوان وطهاره الاشياء الامر الهام هو النقطه الثانيه الكبيره الطهاره الادبيه ايه هي بقى الطهاره الادبيه الاخلاق بمعنى بمعنى واحد قتل واحد واحد سرق حاجة هنا ممكن يكون نظيف زي الفل لكنه قتل سرق اغتصب زنى كل هذه الأشياء دي الطهارة الأدبية وكان هنا دي بتمس كل حياة المجتمع وعشان كده ده يعني أنا مش عارف فضلنا كام على ده خلاص اللي عاوز أقول الحتة دي أسيس نبيل إنه الطهارة الأدبية إن لم تبدأ من الإنسان الفرد ستعم على كل المجتمع لا. ومنها السرقة منها الاغتصاب وحضرتك أشرت إلى أن السرقة هي أم الجرائم هنجي هنجي لها آه. دلوقتي وأنا دي واخدها من كوت معين لكتاب ذا كايت رانر ايوه والكاتب افغاني يا سلام اه والقصه ذا كايت رانر موجوده حتى على يوتيوب دلوقتي ممكن تجدها والناس تشوفها قصه جميله جدا جدا كاتبها كاتب افغاني آه الزنا كان يعاقب الانسان بالقتل رجما آه وكمان كان بيساوي بسلوك الولد الصغير بالطهاره فبيقول ايه الولد ايضا يعرف بافعاله هل عمله نقي طاهر ومستقيم يا الولد م. عملوا ايه؟ نقي طاهر، شوف التعبير اللي بيستخدمه. يعني الله كان بينظر بي للكبير والصغير المجتمع بس الصغير ده دي الطهاره الادبيه. مم. وهنا دي بقى إيه تيجي الوصيه تحب قريبك كنفسك جت في ثنايا وصايا طقسية. يبقى ما يبقى ادي احنا ابتدينا ندخل للجوهر هنا. وهنا كمان يجي لك ايه؟ عامل الغريب كالوطني. أدي يعني مش غريب في وسطيك، مش يهودي في وسطيك يتنبز، مش بيعبد بطريقة مختلفة عنك نقتله. ده أكتر من كده مرة قال آه له اكرم المصريين لأنك كنت يوما غريبا في أرضهم. يعني آه يعني, آه يعني أكتر آه وهم آه اللي استعبدوه بالظبط آه آه وهنا يعني عاوزين نقول إنه النجاسة ونجاسة القلب والنجاسة الأدبية تؤدي إلى الانفصال على الله. لذلك على الانسان ان يقوم بطقوس محدده نشوف بعض الطقوس دي اللي موجوده في الفيديو دوت انا بعتقد ان خلاص طيب خلينا ناخد الفيديو التاني ده لكن قبل الفيديو اعزائي المشاهدين اذكركم ان عندنا نسخه مجانيه من كتاب بعنوان الامانه ثوره على الفساد بقلم الدكتور القس مجدي جرجس على استعداد ان نرسل لكم هذا الكتاب مجانا نرحب بكل ارائكم اسئلتكم مداخلاتكم وايضا طلبكم لهذا الكتاب كتاب من الكتب الجميله المجانيه وعندنا نسخ محدوده جدا هنقدم فقط ست كتب لاول ست متصلين نرحب بكل مداخلاتكم ولقاءكم اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود نواصل الحديث عن موضوع الامانه الطهاره وموضوع المحلل والمحرم والنجس والمقدس فابقوا معنا

اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان نواصل الحديث عن موضوع النجاسه والطهاره وتعرضنا للفكر الكتابي في العهد القديم وفكر الشريعه والناموس الموسوي وكيف كان هناك لسته من الحيوانات الطاهره والحيوانات النجسه وأمور يجب على الإنسان أن يتجنبها مثل لمس الميت أو نازفة الدماء أو خلف الطفل وتفاصيل كثيرة تحدثنا فيها وكانت أسوأ أنواع النجاسة هي البرص لأنه كان من الأمراض طبعا في ذلك الوقت مش بقارنه على فكرة البرص في هذه الأيام يمكن أنه اليوم يكون لي حلول وربما أدوية لكن في ذلك الوقت لم يكن له هناك دواء أو علاج وكان ايضا البرص يصيب الملابس والاشياء زي البيوت الى اخره، وكيف حرض الله وحرج على الانسان اليهودي ان يبتعد كل البعد عن كل ما هو ميت ونجس وانه يعيش بالتقوى لكي يستطيع ان يقترب الى الله ولا يتمثل بعباده او بتقديم الذبائح للحيوانات التي كانت تقدسها الامم لكنها كانت حيوانات قذره في نظر الله. وتحدثنا عن موضوع الطهارة والسؤال الذي يطرح نفسه وينقلنا إلى العهد الجديد من العهد القديم أسيس مجدي المعنى الحقيقي الذي يتطلع أو تتطلع إليه عيني الله تبارك اسمه له كل المجد على ما ينظر الله على من اتبع الوضوء ونظافة الوجه ونظافة الرجل والأيدي أم أن الموضوع كما أشرت أنت في البداية له عمق وجذور دفينة أكثر مما فهم الإنسان في ذلك الوقت حتى أن المسيح تبارك اسمه حينما جاء قيل لكم أما أنا, أنا فأقول وكأنه يضع صورة يكمل بها ما لم يفهمه أو يعرفه الإنسان خدنا من النقطة دي ومن من النقطة دي, دي, دي أسيس نبيل أقول أن المفهوم اللي قاله الرب يسوع أنتوا بتدوروا عن الطهاره الخارجيه، الطهاره اللي انا بسعى عليها طهاره داخليه ولا يمكن لانسان ان يحصل عليها، انا فقط بنعمتي الذي استطيع ان اطهر القلب من الداخل. لا انت قلت عباره خطيره. بمعنى لا يمكن حضرتك ايوه لا أي يمكن وقت. لانسان ان يصل الى حاله الطهاره حتى لو كانت طهاره الهيه اذا سعى كل حياته جاهدا لكي يرضى الله. عاوز اقول مهما غسلنا مهما ارينا من ايات مهما عملنا علشان اكون مستحق ان اتي لامثل امام الله لن تاتي هذه اللحظه كيف تاتي اذن هذه اللحظه من يستطيع يا اسس نبيل ان يقول انا مستحق ان اتي امام الله من يستطيع اغسل زي ما تغسل ردد من الايات زي ما تقول لكن الغرض منها هنا الغرض من الطهاره والشريعه دي كلها ان الانسان يصل للنضج ويعرف انه يتعامل مع اله قدوس وطاهر وهو مهما تغسل ومهما نظف من نفسه لن يحصل على الطهاره الداخليه واللي هي الجوهر الطهاره الداخليه تاتي فقط من عند الله وبالتعبير بتاعنا اللي بنستخدمه بالنعمه هديه <applause> من عند الله. نعم. بيقول الاتي: مت خمسة ثمانية طوبة يا بخت أنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طب مين يقدر يقول أنا قلبي طاهر؟ أنا أقدر أقول إن إلهي لي قلبي، لكن أنا طهرت نفسي ما أقدرش أقول كده. ودي الطهارة بالنعمة. فهنا بيقول لهم ايه الحق يعني انتم تمسكتم الناس فهموا فهموا الغسلات غلط فهموا التطهير غلط فقال لهم يعني انتم مسكتوا جيتوا في الهايفه وتصدرتوا مش كده؟ ونسيتوا بس ثلاث حاجات الحق والرحمه والايمان بس دول اللي احنا نسيناهم يعني نسيت كل حاجه اتمسكتوا بالاباريق وغسل الايادي وكل الحاجة. وتعشير النعناع بالظبط الشبث الى اخره لذلك وصفهم الرب يسوع بانهم عميان ومراؤون يعني ما بيشوفوش وكمان كذابين ينقون خارج الكاس والصحفه اللي هي الاواني ويتغاضون عما بالداخل من اختطاف ودعاره ده في انجيل متى 23 وطلبهم ايه؟ تطهروا من الداخل وهنا ده الجزء <applause> الجزء الثاني والهام من البرنامج يا سيس نبيل ان احنا نركز في المفاهيم والامر بتاع الطهاره الحقيقيه يعني احنا النهارده هنيجي نقعد ساعه ونص قدام حضرات المشاهدين نقول لهم اغسل ايديك بالطريقه الفلانيه ورجليك بالطريقه الفلانيه استحمى كم مره في اليوم احلق دقنك اعمل الكلام ده كله إحنا عاوزين نخش للأمر الأعمق اللي عاوز الله. إن ربنا عاوزنا أطهار، عاوزنا في حالة براءة، لكننا مجهوداتنا كلها لن تصلح أن تجعلنا في طهارة أو في براءة. وهنا في سؤالين هيطرحوا نفسهم. السؤال الأول إذاً إن كانت كل ما تبعه الناس في العهد القديم ولا سيما الشعب اليهودي الشعب الذي اختاره الله ليعلن من خلاله للعالم وللامم الوثنيه في ذلك الوقت انه الخالق الوحيد خالق السماء والارض وهو الذي يجب ان يعبده الانسان ولا يعبد المصنوعات التي صنعتها ايدي الناس أي. الاله الذي لا شريك له نعم اذا اذا كان الهدف من كل ما اعطي هو مجرد غسلات وامور تتعلق بالجسد فلماذا اعطى الله هذه الامور؟ احنا ما احنا قلناها دي اساس نبيل يتهيألي بس انا اقولها مره كمان ان الهدف الاولاني انت تقترب الى اله قدوس مهما عملت انت ناقص في طهارتك وفي براءتك اله قدوس ان اقتربت اليه ذلك بنعمه الله هو الذي يسمح لك بالاقتراب اليه يعني هل اللي حدث في العهد القديم كان مقدمه لتقريب الانسان ومحاوله و و و تقريب صوره الطهاره الى ذهنه بهذه الكيفيه ان الطهاره داخليه نعم. وده كلام الرب يسوع مش مجرد طقس وميه وغسلات تمام لكنها اكثر من ذلك ازاله لا مش ازاله وسخ نعم الجسد ازاله وسخ الجسد بل سؤال ضمير, ضمير صالح صالح عن الله بقيامه يسوع المسيح م. وهنا دي المعموديه واحده من العلامات في العهد الجديد ان هي ايه مش عباره عن المعموديه آه تطهير خارجي آه. لطفل او لبالغ لكنها تشير الى غسل داخلي غسل القلب طهاره انسان القلب الداخلي بدم يسوع المسيح وده دم الذبيحه الاكمل والاعظم التي لا يوجد بعدها اي ذبيحه اذا احنا في عهدنا الحالي لا نؤمن بالذبائح والكفارات هل قد انتهت؟ وإذا كانت قد انتهت فما هو الذي أخذ محلها؟ هي الذبيحة الكبرى والعظيمة التي لا يوجد بعدها أي ذبيحة أخرى عندما قدم ابن الله نفسه مرة واحدة. ده لخطايانا وخطايا كل العالم. نعم. ده ده التطهير الحقيقي وده المعمودية اللي ليها رمز لهذا العمل. إن الله غسلنا مش بميه لكن بدم ابنه يسوع المسيح. وهنا بيقول بل دم المسيح اذا فكر الصليب لم يعد دم حيوانات بل دم المسيح نفسه فدم يسوع المسيح ابن الله هو الذي يطهرنا من كل, كل خطيه اذا بمجيء المسيح وتقديمه ذاته ذبيحه وكفاره على الصليب انهى بذلك عهد الذبائح الحيوانيه وسفك الدماء الى الابد والكهنه اللي بيقدموها نعم اه فاحنا احنا انا وانت خدام نعم فاحنا لكن الكاهن الوحيد العظيم هو رب المجد الرب يسوع المسيح رئيس كهنتنا الاعظم آه. تمام آه آه فهنا بيقول ايه اذا علينا ان نطهر زواتنا من كل دنس الجسد مكملين القداسه في خوف الله تمام في دي كورنثوس الاولى 7 فالمؤمن الان في العهد القديم العهد الجديد, العادة الجديد. يط... سعيه هو ان يطهر قلبه من الداخل بنعمه الله الغنيه ومسؤوليته يحفظ نفسه طاهرا في وفي سيره طاهره لكن هنا دلوقتي احنا هنخش على عمق اكتر نعم على ما هو مصدر النجاسه وهنا دي الكلامات المفتاحيه بتاعة الرب يسوع المسيح اللي شفناها في الفيديو في اول الحلقه في مرقس واحد 14 ل 16 وهو الفيديو قدامنا ثم دعا كل الجامعة وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا ليس شيء من خارج الانسان اذا دخل فيه يقدر ان ينجسه لكن الاشياء اللي تخرج منه هي التي تنجس الانسان ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع ايه الاشياء دي اللي هي الزنا النجاسه القتل الشهاد الشهاده الزور الشهاده الزور إلى الشهوه آه. الى اخره كل هذه الامور اذا جاء المسيح بثوره في هذا المفهوم واعلن للانسان يا. ان ليس ما يدخل الفم هو الذي ينجس الانسان لكن ما يخرج مصدر القلب الداخلي هذا ما ينجس الانسان ده ده بالظبط كده وده اللي قاله لنا الرب يسوع في مرقص آه 14 وهنا الأدان الرب يسوع تقليد اليهود اللي اهتموا انه هو ماشي في السوق ما يجيش ظل أممي عليه حتى لا يتنجس ظله مش بس يلمسه لكن وكمان لو تركت آنية معروضة للبيع ورجع الراجل اللي بيبيعها تاني لازم يغسلها كلها تاني لا لا يكون حد لمسها لو نزل واحد منهم السوق عشان يشتري حاجة لازم يرجع ويغتسل حتى لو لم يلمسوا أي أحد فقال لهم أنت تمتوا بالتقليد وبالتعصب الأعمى دون معرفة حق معرفة حقيقية أو طاعة وصار الناس يؤدون المظهر الخارجي من غسلات لكن لا يهتمون بالهدف من وصية الله إذا الموضوع بمجيء المسيح صار أعمق وأعلى من المستوى البشري الإنساني فكون المسيح يتحدث على أن الشهوة لم تعد هي مجرد الارتكاب أو النظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه يقول الكتاب الزنا على مركز آخر وقال أن الإنسان اللي بيشتهي امرأة ده زنا في قلبه فكيف يستطيع الإنسان العاجز الضعيف الذي فشل في أولى ابتدائي في غسل الأيدي والوضوء إلى آخره كيف يستطيع هذا الإنسان الضعيف أن يرتقي ليتمم هذا المستوى العالي للغاية أسسنا نبيل إحنا يعني النص ساعة اللي بقى لنا من البرنامج هنركز فيه على الكلام اللي قلته ده حضرتك وهو أن في مشكلة إن لم يتغير الداخل من قلب وفكر تصرفاتنا الخارجية كلها سيئة الانسان والمجتمع سيصير فاسدا عشان كده لا الان... علاج ما فيش يعني زي لو مبنى مم. وقع كله مم. هجيب سجاده واحطها فوق المبنى الواقع سجاده عجمي فاخره ولا اجيب نجفه بالاف الجنيهات عشان احطها فوق مبنى واقع كل الامور دي لن تفعل شيء الا الحاجه الوحيده هي اعاده البناء وخلينا اقول لك ايتين في العهد <applause> القديم ودول اساس نبيل عشان تعرف ان قصد الله مش الرب يسوع جاب حاجه جديده هو هو اللي كان في العهد القديم لكن اتى لنا بها في كمال المفهوم فمثلا بيقول ايه؟ فوق امثال 24 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لانه منه مخارج, مخارج الحياه. الحياة. الايه دي بس تكفينا النص ساعه اللي جايه. ازاي نحفظ القلب عشان نعيش حياه سليمه. قلبا نقيا نشوف بقى الطلبة صرخة قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي مزمور 51 عشر اهو ده, ده العهد القديم وفي مرات قال لهم كرهت ذبائحكم وأعيادكم ورؤوس شهوركم ليه؟ فهمتوني غلط فهمتوني أن مجرد إله بتاع شوية غسلات مم. الطهارة الحقيقية طهاره داخليه لدرجه ان الرب نفسه بيقول كرهتوا كرهتوا عباداتكم ده بيكلم شعبه بيقولهم لهم كده قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في داخلي فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه كل مخارج الحياه وبعدين في شرحه في العادي الجديد بقى شوف المفهوم قال لهم مش كل اللي بيدخل ينجس لكن اللي بيخرج يعني قلبها لهم 180 درجة فقال يسوع هل أنتم السلايد اللي بعد كده غير فاهمين ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى الخارج وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان لأنه من القلب تخرج أفكار شريرة قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيدي غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. يا سلام يعني كأنه خبط المسمار على راسه. بالظبط. كل اللي بتعملوه ده مش ده الهدف بتاعه لكن هذا <applause> ليأخذكم إلى المعنى الحقيقي للطهارة. أيوه. منه مخارج الحياة يا سيس نبيل. دي الآية دي يعني يعني آية رهيبة أنا بحس إن هو دي الآية اللي وصلنا لها النهارده دي يا نعم. نبيل حتى لو سكتنا عندنا وما علقناش إحنا وصلنا للهدف بتاعنا. نعم. الطهارة الحقيقية م. من النجاسة إلى الطهارة ده موضوعنا. م. طهارة القلب. م. وبعدين مصدر النجاسة برضه يعجبني القول ده انا بحب سورين كيركجارد وبقرا له كتير بيقول نقاوة القلب هي ان اريد شيئا واحدا <applause> نقاوة القلب ان يكون لي فكرا واحدا هذا الفكر هو الله والنبي داود لخص القول بتاع سورين كيركجارد قال واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في يد الرب كل أيام حياتي لا كي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله في بيت الرب يعني في بيت الرب مش مش الحيطان لكن الرب نفسه في جمال الرب نفسه طوبى لان القلب لانهم يعاينون الله, الله وبعدين في ارميه 17 بيقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس وهو نجيس من, من يعرفه من انا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لاعطي لكل واحد حسب طرقه حسب ثمر اعماله في ايام اخبار الايام الاولى اصح 29 وقد علمت يا الهي انك تمتحن القلوب وتسر بالاستقامه، صدقني الايه دي في العهد القديم يا سيس نبيل. قد علمت يا الهي انك تمتحن القلوب وتسر بالاستقامه ويصلي ايضا داوود اختبرني يا الله واعرف قلبي مم. امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطن واهدني طريقا ابديا هنا بقى اسيس نبيل احنا مع الساده المشاهدين هنتكلم في خمس دوائر للنقاوه الدائره الاولى دائره العنف والقتل الثانيه دائره الزواج والجنس ثلاثه دائره المال والثروه اربعه دائره النفاق والاقوال غير السليمه واللي بتلعب خمسه دائره العباده تمام كفايه دول نحط خمسه ده احنا بس نركز يا. على المهم فيهم اه دائره العنف والقتل قد سمعتم انه قيل القدماء اللي حضرتك قلتها لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم والحكم كان من قتل يقتل وأما أنا فأقول لكم كل من يغضب على أخيه باطلا يكون, يكون مستوجب, مستوجب الحكم الحق. من قال لأخيه رقى يعني دي شتيمة يكون مستوجب المجمع وبرضه ده حكم ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم إيه اللي, اللي عاوز يقوله هنا م. لماذا يقتل الإنسان ليه لأنه غضبان ان كل من يغضب على اخيه ايه اساس القتل القلب العقل الفكر غضبان متدايق زعلان فهقتل المصائب اللي بنشوفها هذه الايام من قتل اساس نبيل انا بحس ان هؤلاء الناس غاضبون عطشانين الى الدماء الى هذا الحد في غضب في غضب جواهم قطع الايدي بمنتهى السهوله قطع الرقاب بمنتهى السهوله حرق الانسان بمنتهى السهوله ادخال انسان مظلوم السجن بمنتهى السهوله دور على القلب اذا دور نعم يعني حضرتك عايز تقول نقلا عن ما قاله الرب يسوع له المجد ان الموضوع مش المظاهر الخارجيه التي نركز عليها فيمكنك ان تمسك بسارق ترميه في السجن او تقطع ايديه نعم هذا نوع من العقاب كما يظن البعض وان هذا سيكون عبره لاخرين فيوقف بذلك السرقه اي او انه يمسك مثلا الشخص اللي الزنا او الانسان اللي زنت وترجم او تقتل ايوه وكانه بذلك جعلوها تدفع ثمنا لتكون عبره للاخرين آه. لكن في حقيقه <applause> الامر كل هذه الامور ما هي الا شكليات وما أيوة. يحدثنا عنه الرب يسوع المسيح هو مرحله اعمق وابعد من ذلك فيمكنك انك تقطع اليد وتخزق العين ويمكنك ايضا انك تقطع الرجل ويمكنك ان تقتل الانسان لكن هذا لن يغير شيئا مما في داخله اذا جاء المسيح لكي يعطينا بعد جديد لمفهوم الامانه والطهارة والابتعاد عن النجاسة وده اللي نفسي حضرتك تستفيض فيه للساده المشاهدين لالا يكون هناك شخص يظن انه بالقتل يرضي الله وانه بالوضوء واقامه الصلوات بطريقه مستمره وربما قتل الكفار كما يظن كل هذا سوف يكون له في يوم الدين حسابا وسوف يعني يكون مرضيا امام الله لكن في حقيقه الامر كل هذه الامور الخارجيه ليست الامور التي تتجه نحوها إذا جاد التعبير الإنساني عيني الله فليست هذه أفكار الله وليست هذه طريقة الله أنه يخلق الإنسان لكي يجعل إنسانا آخر يقتله لكن الله كان له قصد أسمى من ذلك ولا دال له قصد أسمى من ذلك حتى في هؤلاء المجرمين الذين صارت قلوبهم قلوب حجرية وهل يمكن لله أن يغير هذه القلوب الحجرية؟ ويعطي لها إحساس من جديد الدين الرسالة الحقيقية التي جاء بها المسيح في منتهى البساطة والوضوح حد لسيسي. أنا أنا هحاول معاك يا حضرة الأسيس يعني احنا بنحاول سويا أنا عاوز أقول التقرير العالمي للفساد سنويا سنة 2014 سنة واحدة بس الفساد في الشرق الأوسط 300 مليار دولار طيب قتلنا الذي يسرق وقطعنا يده ولم نغير قلبه ده بالعكس اللي قتل اللي قطعت ايده ده هيكون مليء غضب ملآن غضبا ولو اتيحت له الفرصه سينتقم الرب يسوع جابوله له واحده زانيه وهنا هنشوفها في في دائره الدائره الاخرى دائره الزواج والجنس خلينا اقفز لهذه النقطه في يوحنا 8 جاؤوا له عشان يوقعوه واحده امسكت في ذات الفعل الشريعه بتقول هذه المراه تقتل <applause> فقال لهم الاتي من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر يعني اللي فيكم طاهر يمسك اول حجر ويوريني نفسه ويضربها اول واحد ولا واحد لان كانت ضمائرهم تبكتهم عاوزين يقتلوا مراه عارفين ظروفها المراه دي ايه عارفين ذهبت للزنا ليه؟ ما يمكن مش لاقيه تاكل، انا هنا لست مع الزنا ولا مع العهاره والدعاره مم. والرب يسوع ايضا لم يكن يحامل امراه زانيه. لانه في النهايه قال لها ايه؟ يا امراه اما دانك احد؟ مراه زانيه قال لهم ولا انا ادينك قدامك فرصه اذهبي ولا تخطوي ايضا. في الريف المصري اسيس نبيل مسيحيين قبل مسلمين لو شكوا في بنت بيموتوها ويقولوا اي حاجه عليها للبوليس والحاجات اللي زي كده لان ده بيمحي العار انا اعرف واحد صديق ليا خادم في اول مشوار لي في في بلده بنت صغيره حطوا الكهرباء في جسمها وموتوها والله اعلم اذا كانت بريئه او او خاطئه لدرجة أنه كان عاوز يسيب الخدمة خالص وبعدين تفاجأ الظروف أن واحد من أبناء هذه البلدة يطلع يشتغل في أوروبا ويسمع وعظة والوعظة من يوحنا 8 وهو ما كانش يعرف المسيح ولا الإنجيل ولا الكتب راح للكهن وقال له أنا عاوز أعرف الشخص دوا اللي غفر للزانية و و وتعرف على الرب يسوع بالنعمة اختباره الأولاني كان إيه؟ أخته قتلت بتهمة وهو لا يعلم إن كانت هذه التهمة صحيحة أم زائفة هنا الزنا وهذه الأمور والتحرش خش على التحرش بالمر إحنا من مصر وفي بلدين آخرين أعلى ثلاث دول في التحرش في العالم كله للأسف طيب ازاي الاغلبيه سيدات وفتيات محجبات المهم لما ب... ب... بنناقش الامر ده نقول ايه اصل البنات متبرجات ولا القلب غير طاهر اه اختار نوصل لبيت القصيد اختار اختار لك واحده من الاثنين واحده حر واحنا احنا هنا في مصلى احنا في برنامج مصلى حيث النقاء والانفتاح بننفتح على هذه الافكار ونقول هل قتل والتحرش بالنساء بسبب وبغير سبب والنزول بجماعات كبيره للتحرش بالبنات هل ده عيب في البنات ولا عيب في القلب شكرا معانا مكالمه من الاخت ايفا اخت ايفا اهلا وسهلا بيكي تفضلي حضرتك على الهواء اهلا بيكي بس أنا أنا شايفة التلفزيون أنا مش على الهوا مش سامعة لا حضرتك على الهوا وإحنا سامعينك كويس تفضلي أنا عايزة أسأل هل اليهود فعلاً شعب الله المختار؟ شكراً جزيلاً هو ده في أي سؤال تاني؟ كان في سؤال تاني بس نسيته أنا مستنية على الخط آه. اليهود عندهم طلاق وعندهم تعدد الزوجات هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طيب اشكرك هنجاوبك على السؤال دوت وشكرا ليكي على الاتصال واتمنى ان الاحبه على الـ في الكنترول روم ياخدوا التليفون ياخدوا, ياخدوا العنوان ويبعتوا لها نسخه من كتاب الامانه وثوره على الفساد. فهمت. شكرا لك يا اختي ايفا على السؤال والاتصال. نعود لموضوعنا برضه الجنس والزواج في الزواج معلش قبل ما ممكن ندي اجابه سريعه بتتكلم هل اليهود دول شعب اختاره الله؟ بكل تاكيد بكل شعب تأكيد اختاره الله والارساليه والارساليه آه. والارساليه ولاجل ذلك انا والاسيس نبيل وحضراتكم بنعرف الرب، كانت هذه الارساليه، موضوع كبير مش موضوع حلقتنا النهارده لكن على الاقل نقول هم شعب الله المختار للارساليه و ان يصل و واضيف على الجزئيه بتاعت حضرتك دي أيوة. لو سمحت لي إن إن هم فعلا الله اختارهم من أجل إرسالية معينة ولم يختارهم من أجل كمالهم أو أنهم تميزوا بذكاء خارق أو أي. أي حاجة تانية ونفس السؤال بيطرح نفسه لو الله اختار في مشيئته تبارك اسمه أي أمة أو عرق آخر كنا هنسأل نفس السؤال ليه دول وش معنى دول لكن هذا الاختيار المطلق لله سبحانه الذي له حرية كاملة أن يفعل ما شاء فقد في مسرة مشيئته اختارهم وفي واقع الأمر هو أيضا يعاقبهم ويؤدبهم في هذه الأيام لأنهم رفضوا يسوع المسيح المخلص المسيح المنتظر واللي هيموت بدون المسيح سوف يذهب إلى جهنم بغض النظر هل هو يهودي أم أيا كان عرقه لكن من لا يؤمن به فقد دين هذا ما يقوله الكتاب شكرا, شكرا جزيلا فضل. وهنا بقى نيجي على موضوع الزواج هنا. يقول لهم الاتي: اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكر وانثى وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتزق بمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. اذا ليس بعد اثنان من جسد واحد جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه فضل انسان. إنسان. هنا بنيجي لموضوع الطلاق والى اخره هتجد في النهايه القلب. القلب مش سليم القلب بيقول يس واي دو زي ما بيقولوا هنا الامريكان اي دو اثنين مش عارف وكام 24 مليون شخص بيقولوا اي دو في اليوم وبعدين 50% منهم بيتطلع بعد كده في خلال سنتين وهذا يشير الى يشير الى ايه قلب هنا انا عاوز اقول حاجه يقول لك انا هتجوز فلانه اني وقعت في حبها طب ما أنت كنت وقعت من الحب أنا خايف عليك تقوم منه هل الوقوع في الحب هو السبب بتاع الجواز؟ لكن الحب دوه هو سبب حقيقي يستمر طول العمر لكن شاف فلانه أعجب بمظهرها بشكلها فوقع في حبها بعد سنتين فاق من الحب طلقها الالتزام ال التزام قلبي والتزام عقلي بفتاه واحده وهي كذلك برجل واحد السؤال الذي يطرح نفسه في نهايه <applause> الحلقه بتاعتنا هو ان كنت انا قد اقتنعت كانسان كشخص مفكر باقوال السيد المسيح وبتعاليمه الساميه كما ينادي بذلك الكثير من العلمانيين والذين ليست لهم الديانه المسيحيه ونحن لا ندعو انسانا لكي يعتنق دين، لكننا نتحدث عن تبعيه لشخص احب الانسان وقدم ذاته ذبيحه وابطل الذبائح الحيوانيه واخذ مكان الانسان الساقط بانه دفع ثمن قصاصه وعقابه. ويستطيع ان يطهر قلبه ويغيره. كيف يتم هذا وما هي الوسيله وماذا افعل لو كنت واحد من هؤلاء الذين اريد يريدون أن يندرجوا في هذا الإيمان الذي به أتبع سيدا وأتبع به شخصا أحبني وأسلم ذاته لأجلي حاضر احنا, احنا قربنا خلاص يا سيس نبيل دائرة المال والثروة أنا بس أقول الاقتباس ده الكاتب اسمه خالد حسين أفغاني روايته ذا كايت رانر لاعب الطائرة الورقية وصارت فيلم زي ما قلت لحضرتك. مهما قال لنا معلم الدين توجد خطيه واحده ليس لها ثاني الا وهي السرقه، كل خطيه اخرى هي صوره من السرقه، عندما تقتل رجلا فانت تسرق حياه وتسرق حق زوجته ان يكون لها زوج وتسرق حق اولاده ان يكونوا بدون اب. كذلك عندما تكذب فانت تسرق حق شخص ما في ان يعرف الحقيقه، وعندما تغش <applause> فأنت تسرق حق الآخر في العدالة والمساواة والمصيبة زي امتحانات الثانوية العامة أه؟ الناس مش حاسة إنها بتسرق حق آخر مش مهم القلب مش متغير والكلام وال على كده آه كتير جدا آه الأقوال والكلام والحلفان هما كلمتين نعم نعم أو لا لا الصدق في الكلام دلوقتي تلاقي واحد يديك مدح ويقول لك انت ما فيش غيرك والغرض منه ايه انه عاوز منك حاجه بعد كده الكلام بقي ملتوي ما فيش كلام يحلف مستقيم يحلف بشعر راسه ويحلف بكل حاجه ابوه بالعيله كلها وبكل ما يعرف من قيم وفي النهايه ما يزعج انه يكون كذبا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. 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 وبعدين اخر واحده دائره العباده والتدين هذا الشعب بيقول الرب يقترب إلي بفمه وأكرمني بشف... ويكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني, عني بعيدا يعني أنا عاوز أقول لو عرفنا الأمانة يا أسيس نبيل التعريف اللي أنا بحبه شخصيا هو الأمين هو من تتميز وتتطابق أقواله مع أفعاله جميل جدا آه. نيجي بقى للقلب يتغير ازاي وده السؤال ده اللي سؤالك اللي احب حضرتك تنهي بيه هذه الحلقه قدامنا دقائق بسيطه طيب ارميه 31 33 وانا بشكر الاخ جورج اللي هو واحد من العاملين الامناء هنا في قناه الكارما اللي اشار للعدد ده اكتر من مره واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم ده كلام الله نفسه واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون احكامي وتعملون بها تخيل الكلام ده اسيس نبيل هغيركم من جوه عشان حياتكم تبقى مختلفة, مختلفة وجميلة ورائعة وتقولون الصدق أجعل شريعاتي في داخلكم أكتبها على قلوبكم وأكون لكم إلها من تكون لي شعبا ده وعد من الله سبحانه وتعالى نقول ايه اكتر من كده؟ آه هذا الوعد من الله اللي بيقول انه بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اسم والتعبير الفيرب بقى اللي جاي للفعل ويطهر. بذل نفسه ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيرا وبعدين بطرس الاولى طهروا نفوسكم في طاعة الحق, الحق. بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء اللي ما بتاخدش حق الآخر اللي ملهاش كلام ملتوي فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر المحبة لا يمكن تيجي بالتمثيل لازم بقلب طاهر إزاي بقى؟ مولودين ثانية من زرع لا يفنى من زرع لا يفنى بل مم ليس من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمه الله الحية الباقيه ايها الاحباء الاخوه والاخوات داخل المصلى معنا هل تريد حياه مستقيمه صوم صلي اعمل كل شيء لكن كل هذه الامور تاتي بعد تغيير القلب اللي بيحصل بالنعمه الله يلدنا ثانيه شوف لحم البيبي الصغير وجسمه كله صحه وبركه وانت يمكن ان تولد ثانيه تتطهر طهاره ابديه بان يغسل القلب اولا بعد ذلك نستطيع ان نحب الاخرين نفكر تفكير غير دنس مفهوش زنا ولا تحرش ولا افكار دنسه ولا اغتياب ولا غش ولا شهاده زور ولا كل هذه الامور لكن عندما نحاول نحن ان نغير انفسنا لن نستطيع ونحن نشكر الله الذي وعدنا بذلك وقال لنا انا اقدر اغيركم وده الكلام اللي قلناه دلوقتي فتعالوا الى هذه المصلى حيث النقاء والشفافيه وانفتاح القلب انفتاح العقل والقلب لله الذي يستطيع أن يغير القلب وفي النهاية أكرر أسيس مجدي الكلمات التي ذكرها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى أصحاح 11 عدد 28 تعالوا إلي يا, يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم قصد من كل هذا الحديث أحبائي والمشاركات التي شاركنا بها الفاضل الأسيس مجدي وكل ما طرح على حضراتكم من كلمات ليس لكي نضيع وقتا أو نضع كلمات جوفاء لا تحمل في بين طياتها وفي عمقها أي بعد للحياة لكننا نتحدث أن هناك حياة أبدية وهناك راحة حقيقية تبدا الراحه الحقيقيه من هذا المكان حين يملا سلام الله قلب الانسان الذي يؤمن بما فعله المسيح ويقبل ذبيحه المسيح وكفارته بدليه ونيابه عنه واستفعل هذا وتطلبه من كل قلبك شاكرا ما فعلوا من اجل نفسك بغض النظر عن ما هي خلفيتك انا لا ادعوك لكي تغير دينا لكني ادعوك لتعرف الذي أحبك فتحبه لأنه هو قد أحبك أولاً عندها تتغير الحياة ويمكنه أن يغير القلب فتتغير من الداخل فتظهر ثمار حياتك في الخارج مش من العكس لأنك ما تقدرش تغير الإنسان من الخارج فكل ما يمكن أن تفعله هو أنك تقطع الأيد وتقطع الـ الـ الرجل وأنك تعاقب الإنسان بدنياً لكن هذا لن يغير شيء أن المصدر الوحيد الذي يغير القلب هو شخص الرب يسوع المسيح تبارك اسمه. السيس مجدي اشكرك على المداخله وعلى الطرح الجميل وكل ما تحدثنا عنه في هذه الحلقه متعلق بما كان في الشريعه العهد القديم وما جاء به المسيح وكيف انه نقلنا من حاله الى حاله اسمى وافضل بفعل عمل نعمه الله اصلي ان تكون هذه الكلمات سبب بركه لحضراتكم في كل مكان. وشكرا لك شكراً على ليك ما اسريتنا به شكراً الرب يكون معكم والى اللقاء اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج الحقيقه وبس